عدنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا دور المؤسسات الدينية في حماية التعددية الدينية ومواجهة الطائفية. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك. مرحبا بحضرتك. بارك الله فيك. طرحنا قبل الفصل الأزهر يشتغل بالسياسة ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة كما قال السادات ومن قبله سلفي مصطفى كمال أتاترك، والعلمانيين عموما يرفعون هذا الشعار فصل الدين عن الدولة. نعم، هو الغريب أنه هذا الكلام قد صدر من الرئيس السادات صحيح، ولكنه ده كان أبرز ألقابه الرئيس المؤمن. وأنا رئيس مسلم لدولة مسلمة. هذا رئيس مسلم لدولة مسلمة، يعني هذا الكلام لا يتوافق مع هذا، إنما هي ربما يعني إطلاقات سياسية ومواقف سياسية معينة كان يخاطب بها الغرب أو شيء مثل هذا، ولكن الإسلام مكون أساسي من مكونات الوجدان المصري، أو الدين بشكل عام مكون أساسي من مكونات الوجدان المصري بفريقيه المسلمين والمسيحيين. لا يمكن للعلمانية أن تعيش أو تستفحل في مجتمعاتنا، لأننا شعوب منذ أفلوطين ابن أسيوط الذي جاء وغير تاريخ الفكر الفلسفي كله بأن جاء إلى الفلسفة الجافة اليونانية ومزجها بروحانية الشرق وتدين الشرق. أنت هل تعتقد أن مصر إسلامية دكتور؟ نعم. هل تعتقد أن مصر إسلامية؟ بمعنى؟ مصر حضارة إسلامية، يعني كل الحضارات مقرونة في مصر بالذات حضارة فرعونية، حضارة بيزنطية، حضارة رومانية، حضارة البطالسة، حتى الحضارة العربية، ما فيش حضارة إسلامية خالص تقال في مصر. هل هذا المصطلح خفي من التاريخ وتعمد له ألا ينتشر وألا يظهر؟ لا، لأنه حتى الحضارة مصر قبطية، مصر عربية، مصر فرعونية، ما فيش مصر إسلامية حتى في التاريخ. لا موجود. صح ولا خطأ؟ لا غير صحيح. أنا شخصيا لم أقرأ مصر إسلامية في التاريخ أصلا. ربما هذا خطأ. قرأت مصر الفرعونية، مصر القبطية، مصر العربية، ما فيش مصر إسلامية. لا، ربما هذا من خطأ المؤرخين عند الرصد، بينما أنت دعك مما يقولون وسر في أي شارع ستواجه الأحياء الإسلامية الكاملة، المساجد الإسلامية الكاملة، العادات الإسلامية والشعائر الإسلامية، الأذان الذي يطرق أذانك من آلاف المساجد، الناس، وجوه الناس، كلام الناس، عندما يحدث أي شيء وأي احتكاك تجد الكلمة الأولى التي تخرج يعني صلى على النبي، وحد الله حضرتك. هذه كلها ما موجودة واقعيا فعليا. هل حضرتك مع اختزال الخطاب الديني داخل مؤسسة فقط هي التي تختار وتنتقي من يتحدث ومن يخطب ومن يصلي ومن يقيم الدروس ومجالس العلم، أم أن الدين ملك للجميع إذا توفرت فيه الشروط وتعلم على يد علماء أو نهل من الكتب من مصادرها أن يكون له عالما وداعية وواعظا؟ لا، هي مسألة تنظيم. نحن في مجتمعات منظمة تحتاج سن قوانين، تحتاج سن تشريعات، فلا بد أن يكون هناك من يتولى هذا الأمر، وإلا أصبح الأمر فوضى. تمام. ولا تنسى أن ما نعانيه من حالات انفلات دعوي ومن انفلات في الخطاب الشرعي بسبب هذا الأمر، أنه تصدى للمنابر الجهلاء وتصدى المنابر خريج أزهر وقالوا كلام يراجع أيضا، يعني هذا صحيح، لأنه خريج أزهر مشهورين ومعروفين. أنا لا أريد أن أسمي على قبيل سيدنا النبي، ما بالو أقوام يعني من الأزاهرة من قدح في الدين ومن هاجم الدين ومن صنع هذا، يعني مو يعني الأزهري ليس معصوما، لا عصمة لأحد. طيب إذا كان موقف المؤسسة الأزهرية من هؤلاء العلماء، فأين موقفهم من بني جلدتهم من خريج الأزهر أصلا؟ الحقيقة وقفة الأزهر كانت واضحة عندما خرج الشيخ علي عبد الرازق بكتابه الإسلام وأصول الحكم. كان الأزهر أول من تصدى له وبيّن خطأه في هذا الاجتهاد وطلبه بالتصويب، ويقال أنه في أخريات حياته رحمه الله يعني قد رجع عن هذا الكلام عندما خرج طه حسين بكلامه وكلامه عن الروايات الإبراهيمية والقصص الإبراهيمي الذي كان متأثرا فيه بجولد زيهر ومرجليوس وغيرهم،
تصدى له الأزهر وبين له وجه الحق في هذا، فالأزهر لم يقف مكتوف الأيدي أمام أبنائه الذين خرجوا أو شطوا في هذا. ومن خريج الأزهر ألمن يقضح في البخاري وفي بعض الأحاديث الموجودة فيه، وتخرج الفتاوى ومن يفتي بعض الفتاوى التي تراجع وتحتاج إلى مراجعة. طيب، ويخرج مجمع البحوث ويصدر الفتاوى في هذا، ولكن ينبغي أن نرأف بالأزهر قليلا، لأنه الأزهر أولا ليس مؤسسة سلطوية، يعني ليس له سلطة الضبط والإحضار أو الإحالة للنيابة أو غيره. الأزهر مؤسسة علمية. لا، له سلطة الإحالة للنيابة، لما ليس له؟ أي مؤسسة تعليمية لها سلطة؟ لا 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 يستطيع أن يحيل غير أبنائه للنيابة. لو كان الشخص نتكلم عن أبنائه هو. لا، أنا أقول أنا أتكلم عن موقفي حيال أبنائه. ما هو مسألة الإحالة للنيابة من بسبب مسألة علمية هترجع تقدح في أنه هذا يقول لك هذا كهنوت وهذا تجاوز واستعمال للكهنوت الديني ورجعنا لعصر الكهنوت وسلطة الكنيسة والآخر. وده كان الغرض من سؤال حضرتك، هل مع اختزال الخطاب الديني في مؤسسة؟ لا، هو لا يختزل الخطاب الديني، لا يختزل في مؤسسة. احنا بالنسبة لنا يعني لما يطلع مثلا قرار بعد لا يعتل المنابر إلا خريج أزهر تحديدا، بغض النظر عن محصوله العلمي او الثقافات الاسلاميه، يعني نعم طالما خريج ازهر هذا جرين كارد يطلع على المنبر يخطب، وبعض الاخرين لا يخرجون على المنابر ولا يعتلون المنابر. اليس هذا في هذا كهنوت او سلطره؟ بس هذا، هل هذا خاص ب المساجد التي تدار بواسطه الاوقاف ام هو في كل المساجد؟ هذه قضيه. فان كانت عمليه تنظيميه خاصه ب المساجد التي تحكم الأوقاف سيطرتها عليها أو تنفق عليها جيد، لكن افرض عندك مسجد خاص، هل ستلزمك الأوقاف بأنه تأتي له بخطيب من الأزهر؟ أعتقد أنه بعض كبار المشايخ يظهرون على المساجد. هي يعني في تصوري أنها كانت مسألة تنظيمية لوقف هذا الانفلات في الخطاب، لكن ليست دعوة لعودة الكهنوت مرة ثانية أو سيطرة الكنيسة كما حدث. نحن نقول في العصور الوسطى لا كهنوت عندنا، لا كهنوت عندنا. ممتاز. هذا دور الأزهر على المستوى الديني، كيف ترى خصوصا في اعتماد الأزهر مذهب الشيعة الاثنى عشرية أو الجعفرية أو الجعفرة يدرس بالأزهر؟ ألا يعتبر هذا اختراقا دينيا لمسألة الأزهر، خصوصا تقليص أو جمع بعض الكتب الفقه على المذاهب الأربعة في كتاب واحد الآن، ولم تعد الأمور مطولة كما كان سابق عهدها؟ هو فكرة الكتاب واحد يجمع المذاهب الأربعة أقدم من الآن، وكان موجود هذا الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة، وكان في بعض الناس توسعت فيه. أحد الشوام توسع اسمه الزهيري أو حاجة مثل هذا، وجمع كتابا فقهيا عن المذاهب الأربعة أكثر من مجلد. ولكن هي الآن الحاجة إلى أن طلابنا الآن باتوا عجولين، غير متفرغين للبحث العلمي، وبسبب النت والفيسبوك والأدوات الحديثة أصبح الطلاب غير مستعدين للكتب المطولة. وأنا يجب علي أن أحقق رسالة بأن أوصل للطالب أساسيات الفقه عندي، فيدرس له مثل هذا الكتاب. هذا أمر يمكن تفهمه. ومسألة دراسة بعض المذاهب الشيعية كالإثنى عشرية والجعفرة بالأزهر، وكما قلت لحضرتك هذا لم يكن حديثا قبل فتوى الشيخ شلتوت في الستينات، ولكن المسألة قد وجدت بعد ذلك يعني ترحيبا شديدا من قامة علمية كبيرة، الشيخ محمد الغزالي الذي وافق على هذا الأمر ورحب به وقال أنه المذهب الجعفري مذهب فقهي، وليس عندنا إلزام بأي مذهب من المذاهب للعمل به، وأنه في الناحية الفقهية تتقارب الأدلة وغيره. وإن كنت أنا في الحقيقة شخصيا يعني لا 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 أتفق مع هذا، لأنه في التشيع أصبحت المرجعية مختلفة، وأصبح للإمام الشيعي مرجعية مختلفة، وتم إطفاء بعض التغييرات على أصول الدين، فأضيفت الخلافة لأصول الدين وتصبح رقم واحد، وتصبح القضية الجوهرية المحورية الأساسية. ولكن أن يدرس المذهب الاثنى عشر يعني كدراسة علمية
مقارنة لنعرف ماذا حدث فيه وماذا تم فيه، فهذا أمر علمي يعني. أم من قبل رفع ضوك يعني؟ نعم، يعني علماءنا درسوا هذا، لأنه الشيعة تم الرد عليهم وعرض كتاباتهم منذ القدم. يعني أنت لو أمسكت بالشهر يعني ممكن دراستهم للرد عليهم وتفنيد آرائهم وكذا. أنت أهل السنة والجماعة كما قلت لحضرتك، لا يخشى أي مواجهة مع أي طائفة ولا مع أي مذهب. لكن نتكلم عنها كمؤسسة مثلا، في نفس التوقيت مثلا انحصار مادة التربية الدينية على المدارس التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، وأنها مادة لا تضاف للمجموع أصلا، فنعتبرها كما مهملا، مادة همل. فأين الأزهر من هذه الإشكالية مثلا؟ هي هذه المسألة، مسألة التربية الدينية تخص وزارة التربية والتعليم وليس الأزهر، له وليس كلمة في هذا وليس الأزهر باعتباري حامي الدين والمؤسسة الدينية. لما لا يعد الدين أو يكون الدين مدخلا في المجموع ويشرف عليه الأزهر بمؤلفات معددة تجهز الطالب في المرحلة التعليم ما قبل الجامعة؟ وبسبب طبعا احنا فصلنا بين التعليم الازهري والتعليم المدني والجامعات المدنيه والجامعه الازهريه، واصبح الازهر يعني حرا في مقرراته، واصبحت وزاره التربيه. هو يا ترى لما تتزن وتقولوا كل واحد حر ولا لا؟ هي وزاره التربيه والتعليم اللي بتضع ال احنا قسمنا وفصلنا وخلاص واصبح مسلمه منطقيه يعني يا دكتور، احنا مش قد بتوع الفلسفه. لا احنا بس بنقرر المسائل، انما مسألة تقليص عدد الساعات على فكرة ده جاء مطلبا غربيا موجها للسياسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي تحت شعار خبيث جدا، هو شعار الجودة. تحت شعار والأزهر انصاع لهذا الكلام، أليس كذلك؟ كمؤسسة يطبق معايير الجودة، معايير الجودة لأنه تم فعلا تعديل الساعات، لكن كما قلت لحضرتك هو جاء الأمر في إطار عملية تنظيم للساعات، لم ينتبه إليه الفاحص المدقق أنه المسألة ستؤدي في النهاية إلى تقليص عدد من الساعات التي كان يحتاجها الطالب للدراسة فعلا. طب أما وقد انتبه صانع القرار الديني الآن أو السياسي الآن، ماذا ينبغي عليه عمله من وجهة نظر حضرتك؟ من الممكن أن نطور هذا، وأن جودتنا تتعلق بظروفنا الثقافية، لأنه هذه المتطلبات الأمريكية على فكرة لم تنفذ مثلا في فرنسا التي قالت لا أنا يعني أحافظ على الثقافة الفرنسية. وهذا كنت ما أطرحه مع حضرتك، هل بالفعل الآن ينطبق علينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحزون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخل جحر ضب دخلتموه، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كوننا نلهث خلف الغرب في الحصول على شهادات الأيزو والجودة جعلنا لا نألو جهدا ربما لمحاربة ثقافاتنا وموروثيتنا وعاداتنا؟ في الحقيقة لا، لأن الله قد قيض لهذا الدين دائما من ينصره ويحافظ على هويته ومرجعيته، وإلا هذه الصحوة التي يشهدها العالم كله والبلدان الإسلامية وهذا الدفاع القوي والحار الذي تختلف درجاته بين شديد مغال متطرف وبين مسالم ساكن، هذا يقول أن هذه المحاولات لا تفيد أبدا، لأن هذا دين الله وقد تكفل هو سبحانه بحفظه. وتعالى بحفظه. تمام. وما نحن إلا أدوات. كان قديما يا دكتور لعلك تؤيدني الرأي، الذي يدخل الأزهر أصلا في البداية لابد أن يكون حافظا القرآن وحافظا قدرا كبيرا من السنة بقراءة القرآن الكريم وكذا. الآن المعايير مختلفة، ربما يتخرج خريج الأزهر ولا يحفظ القرآن كاملا أصلا، وربما يتلعثم ويتعثر في قراءة ويتتعتع في قراءة الآيات القرآنية. كيف تقيم هذا الأمر؟ ألا يعتبر هذا انحدارا من قمة من قمم الأزهر السامقة إلى تخلى عن هذه القمة السامقة؟ ولماذا نخص بهذه كما هو الحال في دار العلوم أيضا، لأن أنت وكيله الآن يعني. لماذا نخص بهذه الملاحظات الأزهر؟ هذا أصاب الأزهر وأصاب دار العلوم وأصاب كل مؤسسة. ولهذا إذا دار العلوم تدرس اللغة العربية ضربت في مقتل، والأزهر كمؤسسة دينية يضرب في مقتل أيضا. نعم، دار العلوم وهذه هوية الأمة، اللغة والدين. نعم، لا احنا دار العلوم تدرس اللغة العربية وتدرس العلوم الإسلامية، نحن نطير بجناحين اللغة العربية والعلوم الإسلامية. دكتور، انتوا بتاخدوا أقل مجاميع في الثانوية العامة يا دكتور؟ هذه مشكلة أيضا، لأننا نعم نخضع للتنسيق وسلطة التنسيق. كان قديما الذي يدخل كلية دار العلوم يخضع لمعايير أيضا، شروط اختيار وانتقاء واختبار. نعم. أين كل هذا؟ لهذا نحن الذين سنستفيد من تطبيق معايير الجودة، تطبيق معايير الجودة الغربية هذه الذي قد يتضرر منها الكثيرون، سنستفيد منها نحن إذا ما تم تقليص الأعداد، لأنه إذا تم تقليص الأعداد أستطيع أن أتحكم في الطلاب وأقترب من الطلاب وأنفذ البرامج التعليمية الموجودة عندي بشكل أكثر. لكن
ستنتج مشكلة عامة على مستوى الدولة كلها، إنه عدد المقبولين في الجامعات سيقل، وهذا بالتالي سيجعلهم ينصرفون إما إلى مستويات تعليمية أقل متدنية، وإما يفقدوا فرصتهم في التعليم. دق معنا قوس الخطر، لمن توجه كلمة في هذا الموضوع دكتور تحديدا؟ ده هذا تخاطب به الأمة كلها، الأمة المصرية كلها، لأن الخطر يهدد الجميع، لا يهدد فقط دار العلوم وخريج دار العلوم أو الأزهر وخريج الأزهر أو خريج التعليم المدني، لا، الجميع مهددون. نحن أمة الآن مهددة، سواء كنا تهديدا سياسيا أننا مهددون في وطننا الذي يتكالب عليه المجتمعات الخارجية ويتكالب عليه المتآمرون الداخليون الذين يتآمرون مع الخارج لكي يتم تفتيت هذا الوطن وتدمير هذا الوطن، لنبقى جماعات وأفراد ومؤسسات بلا وطن، أو أنه يذهب الوطن مع هذه المؤسسات، ولا نستطيع حتى أن نقيم شعائر هذا الدين الذي نتدين به سواء كان الإسلام أو النصراني. هل تعتقد أن الأزهر كمؤسسة دينية حامية لمسألة الدين والمعتقدات في مصر تخضع للمؤامرة أو مستهدفة داخليا أو خارجيا؟ بلا شك، لأنه أي مؤسسة تعمل على توحيد الكلمة وجمع الصف في مصر الآن هي مهددة بلا شك يعني، والأزهر على رأسها، لأن الأزهر قيمة صحيح حريرية وثروة وقوة ناعمة لمصر في الخارج، في أفريقيا كلها وأسيا، وهؤلاء الطلاب الذين يستقبلهم الأزهر من مختلف الجنسيات ويعلمهم ويثقفهم ويذهبوا دعاة لمصر وللإسلام في الخارج، لا شك أن هذا مستهدف. جميل. من مجالات التعددية التي أقرها الأزهر التعددية العلمية، كيف تراها في هذه التعددية؟ في الحقيقة أرى أنه نجح في هذا عندما كما قلنا أدخل الفلسفة وأدخل التعديلات والتطويرات العلمية على مناهجه، وافتتح الآن مراكز لدراسة اللغات الإجتماعية. هذه ميزة أم مثلبة؟ لا، هذه ميزة، كونك تعلم طلابك لغة أجنبية يستطيع أن ينظر بها إلى الآخر ويتعامل مع الآخر، هذه ميزة كبيرة، لأن الذي يعرف لغة أجنبية إنما له عين باصرة بهذا الآخر، وإلا كيف سننقل لك ونحذرك مما عند الآخر إن لم نكن نحن مطلعين على لغته وثقافته أيضا ودوره الاجتماعي. كيف ترى دور الأزهر الاجتماعي؟ دور الأزهر الاجتماعي هذا دور كبير، يكفي أن الأزهر يستقبل كما قلت مئات الآلاف من الطلاب الوافدين ويقيمون عنده وينفق عليهم في الإقامة الكاملة والرعاية الاجتماعية، ولا تنسى أن من هؤلاء الوافدين من سيصبح بعد ذلك وزيرا أو مديرا في بلده صحيح. ويكون قد تعلم في هذه المؤسسة ويدين بالفضل لهذا البلد الوطن الأمة الذي استقبله، هذا دور كبير. كذلك دور كبير للأزهر في رعاية المؤسسات الثقافية وفي محاولة استيعاب التصوف وتوجيه التصوف في مصر لضبط مسألة الفكر الصوفي والسلوك الصوفي، هذا أيضا مهم جدا. أنا معي دقيقة، ماذا تقول في هذه الدقيقة دكتور؟ ماذا فاتنا من أسئلة أو من عصف ذهني في هذا؟ لا، أنا أقول في هذه الدقيقة في الحقيقة أننا يجب أن نرأف بالأزهر، لأنه الأزهر عانى مما عانت منه المؤسسات المصرية، كما عانت دار العلوم وعانت جامعة القاهرة في الفترة السابقة، فكان الضغط كبيرا على الأزهر، كان التهديد كبيرا للأزهر في وجوده في مؤسساته في ثقافته، وهو عانى مثلما عانى المصريون وتألم مثلما تألم المصريون، والعطب والمشكلة التي أصابت كل المجتمع المصري قد أصابت الأزهر بوصفه واحدا من هذه المؤسسات، وبالتالي نحن من كان منا بلا حجر فليرمي الأزهر بهذا الحجر، آسف، من كان منا بلا خطيئة فليرمي الأزهر بهذا الحجر. أستاذ دكتور عبد الرضا عبد المحسن، سعدت بحضرتك في هذا اللقاء، وشكرا لحضرتك أنرتنا، وأشكرك على سعة صدرك ورجاحة عقلك وأن تفسح لنا المجال لكل هذه الأسئلة.
شكرا لك. لكن اعذرنا انت كمان لان اسئله ايضا تدوم في الشارع فاردنا ان نكون سفراء لهذه الاسئله حتى نقرا الحجه بالحجه والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. شكرا لك دكتور عبد، بارك الله فيك، وعلى امل لقاء بعضك في حلقات وبرامج اخرى ان شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه. كان موضوعنا فيها دور المؤسسات الدينيه في حماية التعددية الدينية ومواجهة الطائفية. أما ضيفنا فهو العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لحضرتك دكتور، بارك الله فيك. وحتى ضمننا لقاء جديد أرق منيات وعطر تحياتي، نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.